قال تعالى سبحانه أن يكون له ولد. التسبيح لله عز وجل هو تنزيهه عما لا يليق به. سبحانه أن يكون له ولد. وفي هذه الجملة فائدة، وهي رد على من زعم أن عيسى ابن لله عز وجل. سبحانه أن يكون له ولد، الذي بعدها له ما في السماوات وما في الأرض. فإذا كان جل وعلا هو مالك ما في السماوات وما في الأرض ومالك كل شيء، فإنه واحد لا نظير له، فإنه هو المالك، والمالك الملك لا يحتاج إلى أن يكون له ولد. ولذا قال تعالى لو أردنا أن نتخذ لهوا، اللهو هنا هو الولد والزوجة، لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين. ولذا لو تأملت إلى ما نفاه عز وجل عن نفسه من الولد تجد أن بعدها يأتي ذكر ملكه عز وجل للسماوات والأرض. قال تعالى وخرقوا له بنين وبنات بغير علم سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. قال تعالى في سورة البقرة وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه، الذي بعدها بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال في سورة يونس قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض إن عندكم من سلطان بهذا أتقولون على الله ما لا تعلمون. والصاحبة والولد اللذان نسب إلى الله عز وجل ليس في الإنس فقط بل حتى في الجن. اقرأ سورة الجن قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن وقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا. وكيف يكون له ولد عز وجل وهو الصمد، الذي من معاني اسمه الصمد أنه هو الكامل الذي كمل في سؤدده وكمل في ملكه. ومن بين معاني الصمد أن الخلائق كلها تقصده في قضاء حوائجها. ولذا قال عز وجل في سورة الإخلاص قل هو الله أحد، ما الذي بعدها؟ الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.